السلام عليكم. لو تفتكروا كنا عاملين فيديو عن اكتر عطور بتجيب اطراءات من النساء سعرها تحت ال 25 دولار. اليوم انا هعمل لكم الجزء الثاني من الفيديو ده، هتبقى عطور سعرها فوق ال 25 دولار وتحت ال 55 دولار. تمام، يعني احنا كده بنتكلم عن العطور اللي هي تعتبر اسعارها في المتوسط. اول عطر هبدا بيه هو عطر جميل جدا من فيرزاتشي، اسمه فيرزاتشي ديلن بلو. بصوا يا جماعه، العطر ده النوته السائده فيه او الريحه اللي انت بتشمها اكتر شيء هي ريحه العنبر. وهنا هو اتعمل بيعتبر انا يعني من وجهه نظري ان هم عاملين العطر ده بشكل مميز شويه. غالبا العطور بتاعت اللي هي بيبقى فيها نوتات العنبر بيبقى جاي معاها مثلا ايه توباكو، جاي معاها مثلا الليزر الجلد، جاي معاها مثلا العود. هي دي بيبقى العطور اللي هي غالبا بيبقى فيها العنبر، بتبقى العطور الشتويه اللي بيبقى فيها العنبر. فكون ان هو يعمل لك عطر صيفي ويحط لك فيه عنبر مع شويه نوتات تانية فريش ومع نوتات مثلا زي نوته الانسنس او البخور، هو العطر ده تعتبر ريحته مميزه. طيب هنا في حاجه، في ناس هتيجي تقول لي ريحته مميزه ازاي؟ فيرزاتشي ديلن بلو ده عطر مشهور ومعروف ويعني ناس كتير بتستخدمه. فعايز اقول لك ان في فرق ما بين العطور اللي احنا ككوميونتي بنتكلم عن العطور، احنا بنعرف العطور دي او بالنسبه لنا معروفه، ولكن بالنسبه للاشخاص العاديه العطور دي بالنسبه لهم ريحتها مختلفه شويه عن العطور الثانيه التقليديه الفريش. فخد بالك ان ده بالنسبه للناس العاديه هتبقى ريحته مختلفه ومميزه. العطر ده عطر سويتي بس في نفس الوقت فريش صيفي، يعني تقدر تستخدمه في الصيف. واجمل حاجه فيه او اللي مديله الاحساس اللي هو الذكوري اللي مخليه جذاب نوعا ما للنساء نوتة الانسنس او البخور. نفس بالظبط فكره شانيل بلو دي شانيل، نفس الفكره بالظبط. هو برضو في نوتة الانسنس اللي بتدي الاحساس اللي هو الرجولي اللي بيخلي العطر ده من العطور الجميله جدا. برضو نفس الفكره بتاعت اكوا جيو بروفوم اللي هو الاكوا جيو السودا، برضو فيها نوتة البخور، نوتة البخور مع النوتات البحريه السترس الفريش. فهنا نوتة البخور بتلعب دور مهم جدا في جمال العطر ده. تمام، العطر سعره في رينج ال 50 دولار وثباته مش كبير قوي او مش قوي قوي، ولكن فوحانه اول ساعه بيكون كويس، يعني ثباته حوالي من 5 لـ 6 ساعات، لكن فوحانه تقريبا اول ساعه بيكون فوحان كويس. يعني معظم الناس هتلاحظك لما ترشه عليك. تمام، ده فيرزاتشي. العطر الثاني من سلفاتور اسمه السنزيال او اكوا السنزيال بلو. العطر ده انتوا لو شفتوا الفيديو انا كنت منزله عن العطر ده تحديدا، مراجعه على العطر ده، وقلت لكم ان ده من احلى العطور البلو اللي انا جربتها مؤخرا. هو العطر لو انا متذكر صح نزل في 2017 تقريبا، لكن انا جربته متاخر، انا لسه مجربه من حوالي اسبوعين تقريبا. العطر ده يا جماعة هدي لكم بس كده اختصار عن الريحة بتاعته. بغض النظر عن النوتات انا هوصف لك الريحة. تخيل فيرزاتشي بور اوم، فيرزاتشي العادية، اخدت منها النوتات الاكواتيك بتاعتها مع النوتة البحرية، ورحت اضفت عليها ارماني كود، ارماني كود القديمة السوداء. تمام، اضفت عليها ارماني كود، اضفت عليها السويتنس اللي بتيجي من ارماني كود. يعني اخدت النوتات البحريه بتاعت او الاكواتيك نوتس بتاعت فيرزاتشي واضفت عليها السيترس نوتس والسويت نوتس اللي موجوده في الافتتاحيه بتاعت ارماني كود، وبعدين اخدت دراي داون مشابه جدا للدراي داون اللي انت بتاخده في الور اوم، الور اوم اكستريم شانيل الور اوم او اكستريم. الكريمي دراي داون او الدراي داون الكريمي اللي انت بتاخده من شانيل بيبقى هنا مشابه جدا ليه. فهو كده يعني انا حاولت على قد ما اقدر اوصف لك الريحه هتكون عامله ازاي. العطر برضو يعتبر نوعا ما قريب من فيرزاتشي ديلن بلو في الثبات وفي الفوحان. يعني فوحانه بيبقى قوي جدا في الاول، لكن الثبات مش كتير قوي، يعني من 5 لـ 6 ساعات، ممكن 7 ساعات. والعطر ده سعره حوالي 48 دولار.
عطر جميل جدا على فكره، واول ما هترشه هيدي لك الاحساس الكريمي الباودري الفريش في نفس الوقت. واعتقد ان ده من وجهه نظري انا ممكن يجيب لك اطراءات اكتر من فيرزاتشي ديلم بلو، فلو عندك فرصه تجربه جربه. العطر الثالث من شركه ميسوني، وانا اتكلمت عنه كتير، ولكن طبيعي ان انا عشان بعمل فيديو من العطور اللي هتجيب اطراءات فلازم اذكره تاني، ميسينو ويف. العطر ده يا جماعه شبيه جدا بالور اوم سبور، الور اوم سبور مش الور اوم او اكستريم، تمام؟ العطر ده، وطبعا طبعا يعني الناس اللي عارفه في العطور هتعرف ان الور اوم سبور برضو شبيه بفيرزاتشي بور اوم. الفرق هنا ايه؟ الفرق هنا انك انت بتاخد النوتات الاكواتيك السترس اللي موجوده في فيرزاتشي، بدل ما بتبقى شارب وميتاليك في الافتتاحيه في فيرزاتشي، هنا خلاك ما يعني الاحساس الشارب الميتاليك اللي انت بتاخده من فيرزاتشي مش موجود هنا. هنا بيكون سويتي شويه كريمي شويه، فعشان كده انا بفضل ده عن فيرزاتشي. الدراي داون بتاعه تقريبا تيبيكال الور اوم سبور، تقريبا بنسبه تشابه تصل ل 95%. نفس السويتنس والكريمي دراي داون اللي انت بتاخده، ستيل هو فريش ولكن هو كريمي وسويتي. العطر ده من العطور اللي هتجيب لك اطراءات 100%، ريحته جميله جدا. خد بالك هو سعره بيختلف من على حسب الموقع اللي انت بتشتري عليه، يعني هتلاقي على بعض المواقع زي فريجرانس اكس هتلاقي سعره واصل تقريبا ل 60 دولار، هتلاقي بعض المواقع الثانيه مش قادر اتذكر بالظبط، بس لو انت عملت سيرش هتلاقي ان مواقع تانية بتبيعه في رينج ال 30 55 35 دولار 30 35 ماكسيموم 40. فحاول انك انت لو هتشتريه ابعد عن فريجرانس اكس، تمام؟ اعتقد فريجرانس باي، اعتقد موقع فريجرانس باي هو اللي بيبيعه بسعر 35 دولار. بالنسبه لادائه، اداؤه افضل شويه من فيرزاتشي بور اوم، يعني هو تقريبا نفس الثبات ولكن الفوحان بتاعه بيكون كويس افضل من فيرزاتشي. تاخد حوالي 7 ساعات تقريبا ومده ساعه ونص فوحان معقول، تمام؟ في عطرين انا هتكلم عنهم كده الاثنين مع بعض، ازارو كروم اكستريم وازارو كروم اكوا. بص، ازارو كروم اكستريم اللي هي سوري ازارو كروم اكستريم اللي هي الزرقاء، بتدي لك احساس قريب جدا من اكوا ديو بروفوندو. ريحتها ريحه المندرين، ريحه المندرين بتبقى ريحه سويتي مسكره جميله جدا جدا، وفي نفس الوقت هي اكواتيك وفريش، فبيدي لك احساس اكواتيك جميل وفي نفس الوقت بتاخد احساس سويتي. تخيل لو انت جربت اكوا ديو بروفوندو نفس الـ الاحساس تقريبا، ما عدا ان ازارو كروم سويتي اكتر شويه وادائها كمان افضل من اكوا ديو بروفوندو. فيعني ممكن تجرب العطر ده هيعجبك جدا، وبيجيب اطراءات على فكره، يعني اكتر من حد يسالني انت ايه العطر اللي انت بتستخدمه ده، الريحه دي ريحه ايه، اسم ايه اسم العطر، فكذا حد سالني عليه فريحته جميله جدا. اخوه بقى اللي هو اكوا ده، تخيل الدي ان ايه بتاع ازارو كروم اكستريم، وحطيت معاه شويه اكوا جيو من عارف جورج ارماني اكوا جيو القديمه خالص. تخيل انك انت اخدت الدي ان ايه بتاعها، عملت ميكس للدي ان ايه بتاعها مع ازارو كروم اكستريم، وازارو كروم اكستريم برضو ما هو هو تقريبا اكوا دي جيو بروفوندو، فهم يعني هم تقدر تقول ان ازارو استوحت العطرين دول من جورج ارماني، تمام؟ الاثنين ادائهم كويس، وادائهم بيوصل لحوالي 8 ساعات بالنسبه لعطور فريش كويس، فوحانهم من ساعه لساعه ونص. وانا يعني كنت نزلت فيديو قبل كده بتكلم عن الاداء، بعض الناس بتيجي تقول لي لا الفوحان مش كتير. ما هو انا يا جماعه انا لما بذكر اداء العطر بذكر الثبات والفوحان. في عطور ثباتها ممكن يوصل 12 ساعه بس فوحانها ساعه او ساعتين، هي كده هي طبيعتها كده. في عطور ثانيه بيبقى فوحانها كتير بس ثباتها قليل، وفي عطور ثالثه فوحانها كتير وثباتها كتير. فممكن انت تكون تجربتك مع العطر فوحانه ضعيف لكن هو ثباته كويس.
العطور اللي من النوعية دي أنا عارف إن هي بتبقى عطور يعني مش كل الناس بتفضل تشتريها، لأن معظم الناس بتفضل إن يكون الفواحان جامد، لأن هو عايز لما أول ما يرش العطر يفضل العطر 5 6 ساعات فواحان جامد، بس ده طبعا شيء صعب جدا. فأنت بتحاول إنك أنت ترش كتير، وخصوصا إنك أنت بتتكلم عن عطور فريش. العطور الفريش معروف إن هي فترة الفواحان بتاعتها لو وصلت لساعتين يبقى كده العطر ده أداؤه كويس، زي مثلا ديور سوفاج. ديور سوفاج بيدي لك فواحان من ساعتين لساعتين ونص، ممكن يوصل ل3 ساعات لو انت رشيت كتير شويه، فده يعتبر عطر كويس. بس معظم العطور الفريش الافريج يعني بنتكلم في ساعتين ساعه ونص. تمام. طيب في عطرين بقى انا هتكلم عنهم برضو مع بعض كده مره واحده. ليه بتكلم عنهم مع بعض؟ لان هم مشابهين نوعا ما لبعض. بولجاري اكوا اتلانتيك، العطر ده عطر يا جماعه جميل جدا، هو اخد الدي ان ايه بتاع ديلن بلو والدي ان ايه بتاع ديور سوفاج وعمل لهم ميكس. اخد الاحساس الدارك اللي بيجي لك من ديلن بلو، اللي هو الاحساس اللي هو ما فيهوش انسنس، ولكن هو بيحاكي الاحساس اللي بيجي لك من الانسنس ديلن بلو مع الاحساس البيبري او الشطه او الفلفل اللي بتجي لك من ديور سوفاج، وعمل لهم ميكس مع بعض. تمام. فالعطر ده عطر فريش جدا، واقدر اقول لك برضو ان هو اخد الدي ان ايه بتاع بلغاري اكوا القديمه الخضراء، اخد النوتات البحريه اللي فيها حطها مع السوفاج وديلن بلو، فهو عمل ميكس ما بين 3. سوفاج اخد منه الاحساس البيبري الفلفل او الاحساس السبايسي مع الاحساس الدارك اللي بيجي من ديلن بلو مع النوتات البحريه اللي موجوده في بلغاري القديمه خالص. تمام. عمل لهم ميكس طلع لك العطر ده. ده يعتبر من افضل العطور اداء بالنسبه للليسته اللي انا بتكلم عنها حاليا. بيوصل تقريبا ثباته لحوالي 9 أو 10 ساعات، ولكن فوحانه حوالي ساعتين. هو اداؤه يعتبر كويس بالنسبه للعطر فريش، وبالنسبه لسعره كمان سعره في رينج ال $50. تمام. طيب ليه انا بقى ذكرت العطر ده معاه اللي هو دولشي اند جابانا لايت بلو انتنس؟ بص، العطر ده شبيه نوعا ما بالعطر ده من ناحيه الاحساس الفريش اللي انت هتحسه في الاثنين. الافتتاحيه بتاعتهم قريبه قوي من بعض. تمام. بس هنا بيدي لك احساس صوتي، يعني بيدي لك احساس مملح. من العطور اللي انت اول ما ترشها فعلا هيفكرك انك انت كأنك ماشي على البحر، انت ماشي في الصيف على البحر. احساس مملح فريش جدا جدا جدا. انا بالنسبة لي العطر ده من بعد ما استخدمته حاسس ان هو من افضل العطور الفريش اللي انا استخدمتها. يعني انا هبقى اعمل لكم فيديو تاني عن افضل عطور فريش، بغض النظر عن هي بتجيب اطراءات او لا، بس انا هجيب لك اكتر عطور فريش انا شايفها كويسة ان شاء الله. طيب في بقى حاجة عايز اقولها لك عن العطر ده عشان تبقى انت عارفها، ذكرتها في الفيديو اللي فات. العطر ده فوحانه في الهواء مختلف عن الريحة اللي انت بتشمها. انا كنت في السيارة بفتح الطابلو بتاع السيارة بطلع عشان اطلع العطر، لقيت ان الريحة اول ما فتحت طابلو السيارة الريحة اللي وصلتني مختلفة كتير عن العطر اللي انا بشمه. يعني انا لما بشمه من قريب ريحته لو هتشمه على ايدك، لو هترشه على ايدك وتشمه، هيبقى مختلف عن لما تشمه في الهواء. فدي حاجة من الحاجات اللي خد بالك منها. بس ريحته بقى في الهواء اجمل بكتير جدا من انك انت تشمه على ايدك. ريحته في الهواء رهيبة. ولسه امبارح كنت في الشغل واتنين زمايلي سألوني ايه العطر اللي انت بتستخدمه ده؟ كنت مستخدم لايت بلو انتنس. اتنين سألوني ايه العطر ده؟ فالعطر ده يا جماعه جميل جدا وهيعجبكم. اداؤه كويس، بس خد بالك العطر ده من العطور اللي كانت معايا انا بتعمل تجربه هقول لك عليها. كان بيعمل معايا ان هو بيعمل لي حاجه زي بلايند نوز، او ان انا مش بشمه عليا بعد وقت قليل، يعني ممكن بعد ساعه ونص ساعتين انا مش بشمه عليا، بس الناس اللي حواليا بيشموه. فانت ممكن يتهيأ لك ان هو اداؤه ضعيف، بس هو اداؤه مش ضعيف، هو اداؤه كويس. وسعره في رينج تقريبا ال $50 او بيتراوح من 45 ل $50. العطر الاخير عطر يمكن يكون اقل واحد في الليسته هيجيب لك اطراءات.
يعني من ناحيه الفتوات اللي هيجيلك من السيدات هو هيكون اقل واحد في الليسته. ولكن انا من وجهه نظري هو عطر لابد منه. ليه؟ انا بتكلم عن فيرزاتشي او فريش. العطر ده لابد منه لان هو عطر تقليدي جدا. وانت لازم يكون عندك عطر من العطور التقليديه اللي هو تنفع معاك في اي وقت في اي مناسبه. لو انت مستعجل مش عارف تستخدم ايه بتستخدمه، لو انت عايز اطراءات برضه هيجيب لك اطراءات، لو انت عايز اداء كويس هيجيب لك اداء كويس. عطر هيدي لك كل حاجه بسعر كويس جدا بكواليتي كويسه جدا، وينفع معاك في اي مناسبه، وينفع معاك في اي حاجه. انت خارج خروجه كاجوال، خارج خروجه مهمه، رايح ميتنج، هينفع معاك في اي وقت. هو تخيل انك انت بتشم زي ليمون مسكر، احساس الريحة اللي بيجي لك منه فريش جدا زي الليمون المسكر، شبيه قوي ب ديور اوم كلون او برضو ديور اوم سبور، هيدي لك فايب قريب جدا من العطرين دول. تقدر تقول ان هو ممكن تستخدمه كبديل لو انت بتحب ديور اوم كلون، احساس الليمون السائع المسكر اللي بيجي لك من الريحه، ممكن ده يكون ريبليسمنت او بديل لديور اوم كولون. ده سعره برضو في حدود ال 45 دولار واداؤه كويس. اداؤه تقريبا 6 ساعات ساعه فواحان، فيعني اداء متوسط. بس اتمنى يكون ان الليسته اللي انا عملتها لكم دي عجبتكم. العطور دي كلها زي ما قلت لكم بتجيب اطراءات من السيدات، اقلهم غالبا هيكون فيرزاتشي او فريش اخر واحد اتكلمت عنه، ولكن في المجمل العطور دي كلها رينج الاسعار بتاعها نوعا ما كويس، ادائهم كلهم نوعا ما كويس، وبالنسبه للاطراءات كلهم بيجيبوا اطراءات. ان شاء الله الفيديو القادم بقى اعمل لكم زي مثلا بارت 3 ان انا احاول اجيب لك عطور تكون اغلى شويه وبرده بتجيب اطراءات. وبعدين بقى نبدا نتكلم عن الشتاء بقى، لان احنا ان شاء الله داخلين على الشتاء قريب، نبدا نتكلم عن العطور الشتويه. ما تنسوش الدعم واللايك والشير والسبسكريبشن، وشكرا جدا لكم على المشاهده.